لكن لما قعدت معاك انت قلت لي انك هتخلي ليلى اسعد انسانه في الدنيا وعمرك ما هتخذلها او تضايقها. والحقيقه يا ابني انا شفت ده ساعتها في عينيك وتاكدت انك بتحبها فعلا. ولسه بحبها وافضل احبها. انا شفت ده، لقيت ان العلاقه دي سبب شقائها وعذابها. حسن، ليلى طلب الطلاق. وانت عندي سؤال لحضرتك، هي ليلى ما قالتليش ده بشكل مباشر ليه؟ عشان بتحبني، عشان ليلى ما تقدرش تطلب مني كده وهي بصة في عينيا. لحظة واحدة، ليلى تعالي لي من فضلك. دكتور نبيل، انت حضرتك عارف ان لما اتنين متجوزين يحصل لهم تروما او يفقدوا الطفل اول حاجه بيفكروا فيها الطلاق، وده ما بيكونش. تعالي يا ليلى. ليلى، انا قلت لحسام على كل اللي قلته لي، بس هو عاوز يسمعه منك. انا هسيبكم مع بعض، بس عايزكم تهدوا وتطلعوا كل اللي جواكم وتسمعوا بعض، تسمعوا بعض بجد. عن اذنكم. اتفضل. انا موافقه على كل حاجه بابا قالها. طب اقعدي اقعدي. انت موافقه على ايه بالظبط؟ انا عايزه اتطلق. وانا مش هطلق يا ليلى. ليلى انت بتمر بظروف صعبه وانا معاكي في نفس الظروف. احنا تعهدنا انه احنا نفضل مع بعض مهما حصل، وتعهدنا انه كلمه الطلاق دي مش موجوده بينا. ليه ما قلتليش ان وجهين رجعت؟ عشان معلومه مش مهمه. لا طبعا مهمه، عشان انا عارفه كويس قوي جهان بتمثل لك ايه ورجوعها ممكن يعمل فيك ايه. جهان حكايه خلصت، وانت اكتر واحده عارفه انها خلصت، وعيب لما تستخدمي كلام قلتهولك وانا مريض عندك ضدي. تقدر تقولي هي ليه جت تزورك في المستشفى؟ واحده عرفت انه زميلها ومراته عملوا حادثه وجايه تطمن عليهم. تطمن عليا وتطمن عليك. تطمن عليا ليه؟ هي تعرفني؟ تعرفك قوي، تعرفك مني، عشان انا قلت لها قد ايه انا بحبك. وانت عملت ايه عشاني؟ وعشان قلت لها ان انا متحمس اني هبقى اب للمره التانيه منك.